متابعينا متابعي تقصى عرب في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير ومحبه. نستعرض معكم اخر توقعات الحاله الجويه اليوميه خلال الفتره القادمه. استقرت الاجواء مع ساعات فجر وصباح هذا اليوم بالتزامن مع تشكل الضباب في مناطق السهول الشرقيه، وبالتالي حدوث تدن في مدى الرؤيه الافقيه شمل ذلك منطقه مطار الملك علي الدولي. هنالك ارتفاع طفيف وتدريجي على درجات حاره خلال يومي الاربعاء والخميس، واستقرار مؤقت في الاجواء قبيل وصول حاله جويه مطريه جديده مع انتصاف ليل الجمعه على السبت، تستمر في تاثيرها يومي السبت والاحد. نبدا معكم بالاجواء المتوقعه هذه الليله. 8 درجات مئويه هي فقط الصغرى المتوقعه هذه الليله، مع استمرار ظهور السحب المتوسطه والعاليه من النوع غير الممطر ونشاط تدريجي على الرياح الشرقيه التي من شأنها زيادة الإحساس بالبرودة. كما هو موضح يوم غد الخميس هنالك نشاط في هذه الرياح مع عظمى متوقعة في العاصمة عمان تقريبا 14 درجة مئوية. هنالك ارتفاع طفيف آخر على الجمعة مع ساعات الصباح والظهيرة في درجات الحارة لتبلغ في أقصاها في العاصمة عمان تحتاج 15 أو 16 درجة مئوية، تكون في منتصف العشرينات مئوية في مناطق البحر الميت والعقبة مع أجواء مناسبة للرحلات في هذه المناطق. تدريجيا مع ساعات مساء وليل الجمعة وبعيد انتصاف ليل الجمعة على السبت هنالك نشوء لأحوال جوية غير مستقرة. هذه الأحوال الجوية ربما تكون قوية ناتجة بالفعل وجود منخفض جوي على السطح إضافة إلى كتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة. تستمر هذه الأحوال الجوية غير المستقرة بالتأثير يوم السبت مع حدوث انخفاض إضافي وواضح على الحارة لتبلغ العظمى فقط في العاصمة عمان فقط 8 درجات مئوية مع ساعات الظهيرة والعصر، أجواء باردة غائمة مع هطول زخات رعدية من المطر بمشيئة الله في مناطق واسعة وعدة من المملكة تشمل بذلك مناطق الأغوار والبحر الميت إضافة إلى خليج العقبة. المزيد من التفاصيل حول هذه الحالة سنطلعكم معها خلال تحديثات يوم غد الخميس بمشيئة الله. إذن كملخص على الحالة الجوية، هنالك استقرار مؤقت على الأجواء يومي الأربعاء والخميس، هنالك هبوب نشط للرياح الشرقية يوم الخميس وزيادة في الأساس بالبرودة، وهنالك حالة جوية مطرية جديدة مع انتصاف ليل الجمعة على السبت ويومي السبت والأحد بمشيئة الله. كان معكم الدكتور أيمن صالحة من كادر التنبؤات الجوية في طقس العرب، والمزيد من التفاصيل قوموا بتحميل تطبيق طقس العرب على الهواتف الذكية. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.